بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء السلام عليكم جميعاً، بتمنى يكون صوتي واضح. هلأ رح أشارك البرزنتيشن. اليوم رح نحكي عن كيف بدنا نعرف أنماط تفكيرنا وأنواع ذكائنا. تمام، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهلة إلا ما جعلتها سهلة، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام، اليوم رح نجاوب على سؤال: كيف بقدر أعرف نمط تفكيري ونوع ذكائي؟ بس قبل هيك خلينا نعرف أنا ليش مهتم أعرف نوع تفكيري وعفوا نمط تفكيري ونوع ذكائي. قبل كل شيء بدي إياكم تحطوا ببالكم، إحنا كمسلمين وكعرب في عنا رسالة، ولأنه إحنا من أمة محمد بهمنا قبل القيام بأي عمل رح نعمله إنه نركز وننتبه على النية. نيتي من عمل العمل، نيتي من تعلم العمل. ليش؟ لأنه هي أساس قبول الأعمال، واحد. اثنين، حيفرق كتير بالإنجاز وبالهمة وبإني رح أقلل شوي أعذاري وأشحذ همتي لحتى ربنا يتقبل مني هذا العمل. فأي عمل إحنا منقوم فيه، من تناولنا للطعام، للشراب، لصحيتنا الصبح، لروحتنا على المدرسة، لتعلمنا، كلياته هاي في له نوايا إحنا لازم نركز عليها ولازم نهتم فيها مثل ما بنهتم بالإتقان بالعمل. تمام؟ طيب ليش أنا لازم يكون في عندي نية؟ إحنا اتفقنا من المرة الماضية إنه برنامج الخارطة الشخصية رح يعرفني فيها على حالي، مظبوط، وعلى قدراتي وعلى ميولي الأكاديمية والمهنية. شو المنطلق؟ واحد من هاي المنطلقات آية قرآنية موجودة في سورة الكهف، إحنا تقريبا كل يوم جمعة بنقرأها. قال: ما مكنني فيه ربي خير. ما مكنني فيه يعني شو ربنا أنا أعطاني من قدرات وقوة ومهارات يمكن ما وضعها في أي شخص تاني. وهاي قصة لدى القرنين الموجود بالقرآن، بس أكيد كلياتنا عند ربنا، يعني ربنا ما خلق إنسان عبث، فكل إنسان بده يصير يتطلع أنا ربي بشو مكنني فيه. تمام؟ هذا أهم، هاي أهم نقطة، إني أنا اليوم بدي أعرف أول جزء من شخصيتي ومن تفكيري ومن عقليتي كيف بتفكر لحتى أعرف ربي بشو مكنني فيه. يمكن إحنا هاي الرحلة اللي حنمشيها أول خطوة فيها هاي اليوم، يعني إحنا اليوم ما حنعرف تماما بشو ربنا مكننا فيه إحنا كأشخاص وكأفراد، لا، إحنا هاي أول خطوة رح نعملها. وكمان حتكون شعار حياتنا هي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني أنا عباداتي والشعائر الدينية اللي بعملها وحياتي وتنفسي كلياته ومماتي لله رب العالمين. تمام؟ يعني كل شيء أنا بدي أفعله فعلياً بدي يكون في عندي فكرة إني أنا عم بعمله مشان رب العالمين، لأنه هو طلبه مني في أي عمل، في أي عمل. وبدي إياكم تركزوا إنه أنتوا عم تشتغلوا هذا الاختبارات وبتجاوبوا هاي الأسئلة، وبدي يعني شوي ممكن تأخذ منكم هذا الوقت، لكن شوفوا النفع اللي هيرجع لكم على حياتكم الدنيوية والأخروية. تمام؟ مشان ما أخذ أنا من وقتكم كتير وقت طويل، خليني أبلش. أول شيء مقياس هيرمان. طبعا دائما اعرفوا اي انجاز او اي اختبار رح نيجي له هلا، في وراء مجموعه من يعني العلماء، من الناس اللي اشتغلوا، اللي تعبوا وعملوا ابحاث لحتى طلعوا بالنتيجه اللي احنا هلا عم نشتغل عليها. هيرمان هو عالم فيزياء، لكن كمان كان فلكي وموسيقي والى اخره. كان مهتم بانه كيف يعرف انماط تفكير الاشخاص، نمط تفكيره هو ونمط الأشخاص التفكير اللي حواليه. فشو هو مقياس هيرمان؟ مقياس هيرمان باختصار هو عبارة عن أداة، أداة بتقيس شو كيف أنماط التفكير. تمام؟ هلأ إحنا فعلياً ما رح يعني ما رح نحكي تقريبا، خلينا نقول شو هم الشخصيات، لا، احنا رح نشوف شو هي. ثواني، هلا المفروض تطلع الصورة. مقياس هيرمان هو الأداة اللي بيتم من خلالها
معرفة طريقة تفكير الشخص. يعني أنا بدي أعرف أنا مخي كيف بفكر، تمام؟ وهاي الأفكار كيف أنا بحللها، تمام؟ وبالتالي كيف بدي أتنبأ، كيف بدي أتنبأ وأتوقع سلوكياتي، تمام؟ رح نيجي على آلية التفكير والإدراك والآخره. وطبعاً هاي بالضرورة بيخلينا إنه إحنا نستعد لهاي السلوكيات اللي عم تطلع منا، ونتعلم كيف نتعامل معها، تمام؟ حتى في أوقات أنا لما بدي، يعني مثلاً أنا عرفت كيف بفكر، وأنا بمجموعة كمان بعرف كيف أفرادها بيفكروا، بشتغل معاهم بمشروع. طريقة تحدثي مع مثلاً اللي مثلاً المهندس بطريقة نمط تفكير معينة رح تختلف من مثلاً لما أتعلم أو أتعامل مع فنان، مظبوط؟ في أمور مثلا المهندس بيفكر بطريقة معينة اللي ممكن تكون لها علاقة بالحقائق، لها بالأرقام إلى آخره، تمام؟ لكن الفنان ممكن مثلا يهتم القصة وراء اللوحة، يعني إلى آخره. بس أنا ما رح أحكي شو هي الشخصيات، خلينا نركز. فباختصار، قياس هيرمان اللي هو الاختبار أنتوا حتعملوه بيحدد لي شو نمط تفكيري، كيف بفهم عقليتي، عقلية الآخرين من أفراد العائلة، الأصدقاء، زملاء العمل، كتير بيهمني. وبيجاوبني على سؤال مهم كتير، ليش أنا بعمل اللي بعمله وليش التانيين بيعملوا نفس العمل؟ شو المقصد؟ يعني مثلا تخيلوا أنه أنا في عندي رئيس عمل مثلا، لنفترض إله نمط تفكير معين، تمام؟ وهذا نمط التفكير خلينا نقول مختلف عني، فلما بيصدر منه موقف معين أو سوء تفاهم، أنا ممكن أتفهم موقفه اللي مثلا للحظة أشعرت إنه ممكن يكون عم بيسيء إلي، صح؟ لكن هو هيك نمط تفكيره، فما باخذ الأمور بشخصية، لا، بقول إنه أنا هيك تفكيري، بتطلع على زاوية من الموضوع يمكن مختلفة تماما عن طريقة تطليعه للموضوع، تمام؟ طيب أنا وين شو في، طب إلك ساعة بتحكينا شو هو تطبيقات هيرمان وشو اختبار هيرمان ودخلتينا هيك ببعض. المهم تطبيقات هيرمان، أول شيء اللي هو تطوير الهياكل، المؤسسات، البيع، الشراء، التعليم. خلينا نجي واحدة واحدة. يعني مثلا على التوظيف، هون أنا لما أكون مسؤول بشركة، وأكيد أنتوا أغلبكم يعني إن شاء الله رح يفتح شركات ويشوف شو هو ريادة الأعمال إلى آخره، أنا حاسة أنه شوي بطيء اللي عم يوصلكم، أنا عم بتحرك وهو لا بالبرزنتيشن. كان في شوية بطء من شوي، بس هلأ نظامي تطبيقات هيرمان، تمام، أوكي. لما يكون أنا مثلاً عندي شركة وفي لهاي الشركة يعني هيكلة، تمام؟ هيكلة أقصد فيها يعني مجموعة فرق ومجموعة خلينا نقول أقسام، كل قسم مسؤول عن شيء معين، اتفقنا؟ طيب لو أنا ما عندي إدراك لأنماط تفكير الأشخاص الموظفين يلي عندي، رح ألاقي إنه في صعوبة عندي بوضع وتأسيس هاي الفرق، فممكن الشغل يتأخر، ممكن هم ما يتفاهموا، ممكن ما ألاقي إنه في إبداع وابتكار بالإنجاز إلى آخره. حتى على المستوى العائلي، أنا نمط تفكيري مثلاً مختلف عن نمط تفكير والدي، بحاول بدي أقنعه بفكرة معينة أنا شايف إنه هي بتصب بمصلحة العائلة. لما يكون في عندي فكرة عن نمط تفكيري ونمط تفكير والدي، بقدر أتحاور معاه باللغة يلي هو بيفهمها أو باللغة يلي هو بحس إنه يعني خلينا نقول اللي ممكن يوافق عليها، مش إني بلف وبدور، لا، بس إحنا كلنا بنحب نخاطب بعض بلغة كل شخص بيفهمها، يعني أنا بفهم أي لغة بحب حد يخاطبني فيها وهكذا، تمام؟ وبنفس الوقت يعني من قوي اللي هو التعلم بين الأفراد في المؤسسات، البيع والشراء، الماركتينج اللي بيسموه التسويق. لو أنا ما مثلا ما عندي فكرة والله الفئة المستهدفة مثلا من هذا المنتج اللي أنا عم ببيعها إياه، كيف بدي أعرف كيف بدي أبيعها أو لا؟ وكمان إنه إني أفهم الآخرين في يعني بيئة العمل، وبنفس الوقت إثارة القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الأفراد والجماعات. يعني مثلا تخيلوا إنه شخص شاطر كتير بالتعامل مع الحسابات، أروح أحطه مثلا بالعلاقات العامة، أنا ظلمت الناس اللي رح يشتغل معاه وظلمته هو. ليش؟ لأنه بدي يكون المنصة اللي عم يشتغل منها مناسبة لشخصيته وطريقة تفكيره وإلى آخره، تمام؟ فهي بعض تطبيقات بقياس هيرمان. طب أنا مخي كيف يشتغل؟ يعني أنا عقلي
كإنسان كبشري كيف بيشتغل؟ بيشتغل بشيء مبسط يعني كتير. آليته كالآتي: أي سلوك أنا بتصرفه، أقصد بالسلوك اللي هي ردة الفعل أو الفعل التي أظهرها كإنسان، أساسها شعور، تمام؟ أساسها شعور. هذا الشعور بالأصل هو فكرة عندي. يعني نرجع بعكاس، ما بعرف ظاهرة عندكم السلايد الشريحة؟ عم تحكي عن شريحة الآلية ولا تطبيقات؟ آلية الإدراك. الآلية لا مش ظاهرة، التطبيقات لسه مش عارفة ليش هي بطيئة هالقد. طيب هيك طلعت؟ كمان شوي غريب. رجعي اطلعي مثلا ورجعي. طلعت ورجعت. ما بين عنا حتى. تحسي بالنجمة الفلانية اللي بعيدة لبين ما توصل بتكون ماتت. مع إنه إني أنا يعني قاعدة جنب النت تماما يعني، بس مش عارفة ليش في المشكلة. طيب ها طلعت. أوكي بالضبط. هلا في وجوه هون عم تضحك، أنا مش عارفة ليش هي عم تضحك يعني، بس إن شاء الله تكونوا مبسوطين أنها طلعت. أكيد مبسوطين. تمام. آلية الإدراك يعني أنا كإنسان كيف بدرك يعني أي موقف، أو كيف بفسر الأحداث حواليا. طبعا يعني كيف بفسر أحداث حواليا هاي الجملة، يعني مثلا أنا والله إجت صاحبتي عندي بتقول لي تعالي أحكي لك أنا شو صار معي اليوم، قعدت تشرح من الصبح شو صاير معاها مثلا بالجامعة، موقف فعليا هي تصرفت تصرف معين، والله حكت لا لمشروع معين، أو حكت فكرة يعني ناقشت الدكتور بنقد معين، هذا سلوك صح؟ فأنا جد أطلع هذا السلوك اللي هي عم تعمله جاي من شو؟ جاي من شعور عندها إنه بأنه ما بدها تخسر أو ما بدها تفشل. جاي هذا الإشي من شو؟ من فكرة إنه أنا بخاف من الفشل، أو إنه الفشل فقط للناس اللي ما رح تنجح بحياتها، مع أنه إحنا كلنا عارفين إنه الإنسان الناجح بيكون فاشل مليون مرة ونجح هالمرة وعاد الكرة كل مرة، وكل مرة بموقع يعني، وهكذا. تمام. فآلية الإدراك أنا ليش حطيتها هاي؟ أكيد أنا ما جاي أعلمكم فلسفة ولا علم نفس، أنا بدي أياكم بس تركزوا أنتوا عم بتجاوبوا هلأ على الأسئلة كمان شوي، إنه أي سلوك أنتوا رح يعني تعملوه بحياتكم في إله أصل شعور، وهذا الشعور أصله فكرة. فلحتى نوصل للسلوك لازم نشوف شو الشعور ونغير الفكرة. تمام؟ ليش؟ لأنه أنتوا بالآخر رح يطلع عندكم يعني عندكم 4 أنماط أساسية للتفكير، واحد منهم أعلى شيء. تمام؟ إذا أنا بدي أركز عليه وأخليه نقطة قوة عندي، بدي أعرف أنا هاي الأفكار اللي عم تخليني أتصرف بهذا السلوك شو هي؟ 1. 2. كيف بدي أقوي الأضعاف الثانية؟ يعني شو الأنماط التفكير الثانية اللي ممكن تكون عندي ضعيفة؟ هلأ اللي مو طالع عنده صورة بتمنى بس يصبر علينا شوي، لأنه ما بعرف يعني أنا النت عندي تمام بس ما بعرف عند الباقي شو، بس أنتوا إذا سمعتوا ما في مشكلة يعني، إن شاء الله أنه رح تفهموا علي. طيب عشان أنا ما أخذ وقت طويل كتير بالحكي هذا، في عندنا اختبار. هذا الاختبار اتفقنا عليه اسمه مقياس هيرمان لأنماط التفكير. تمام؟ مجموع هاي الأسئلة 56 سؤال، ما له امتحان ولا تقلقوا والله، ولا بيغلب ولا بيزعل ولا بيثير القلق أو التوتر، بالعكس هي فرصة. أنا زي ما قلت لكم هي فرصة لحتى نعرف إحنا كيف منفكر. إذا أدركنا أنفسنا كيف بتفكر، منعرف شو عنا مشاعر إيجابية أو سلبية أو غيره كيف ممكن نوصفها، ومنعرف إحنا شو نتصرف هاي السلوكيات، ومو بس إحنا وأفراد عائلتنا وكمان مين بكرة بس نشتغل وزملاء العمل وفي الجامعة، عشان نقدر نخاطب بعض. أكيد ما رح نكون قضاء ولا حكام على بعض وأصير أقول له يلا أنت هيك بتفكر وأنا هيك بفكر، لا مش المقصد إنه إحنا لما نعرف نصير نتعامل مع غيرنا بهاي الفوقية، ولا بنفس الوقت والله لأنه صاحبتي أو صاحبي صديقي عنده هذا نمط التفكير فأنا بدي أكون زيه بأي طريقة. لا، إحنا لو ربنا بده إيانا نشبه بعض كان خلقنا كلياتنا عندنا نفس نمط التفكير، بالعكس الاختلاف والتنوع هو الأصل وهاي السنة الكونية اللي ربنا حطها في الأرض.
فالاختلاف هون بالعكس حيكون مميز أكتر ورح يعطي إنجاز وإبداع أكتر. وصراحة هاي يعني الحياة الدنيا هيك بدها، بدها إنه يكون الناس مختلفين عشان يقدروا ينجزوا أشياء مختلفة ليكملوا هدف واحد. اتفقنا؟ طيب شو الملاحظات قبل البدء؟ أول شيء مجموع هاي الأسئلة الاختبار رح تكون 56 سؤال، كتار أبداً وسليين جداً، ورح تكتشفوا أشياء بحالكم ما كنتوا بتعرفوها، ورح بالعكس رح تقولوا خليني أعمل هذا الاختبار لوالدي والدتي وإخواني وأخواتي، وتصير كل العائلة تحكي أنت كذا أنت كذا أنت كذا. ليش؟ لأنه أنتوا بعد بتعملوا الاختبار إحنا رح نعطيكم المخرجات أو شو هي شخصياتكم. اتفقنا؟ طيب الإجابات سهلة بسيطة، رح تكون بنعم أو لا، يعني بس هون ما في شيء صح أو خطأ، يعني أنا ما في والله أحق لكم والله في علامات وفي معدل وكذا وجوائز، لا الجائزة إنكم تعرفوا أنفسكم. تمام؟ فهون الإجابات رح تكون بنعم أو لا فقط، فما في إجابة صحيحة أو خاطئة، في إجابة واحدة حقيقية عن نفسك، أو إجابة حقيقية عن نفسك واحدة بس. تمام؟ الملاحظة الثالثة إنه مرفق مع كل سؤال أحد الحروف A, B, C, D. طب كيف يعني يا أنسة؟ ما أنت عم تقولي لي رح أجاوب بنعم أو لا. نعم هي نعم، بس حيكون جنب السؤال رمز، رمز من هاي الحروف يا A يا B يا C يا D. أنا رح أجمع فقط فقط النعم اللي طالع من كل حرف. يعني مثلا السؤال الأول لنفترض إنه هو A وجوابي إله نعم، بحط بعد بقول واحد واحد تحت الـ A. السؤال الثاني كان C مثلا، بس أنا ما بلاقي حالي بـ C، يعني ما بلاقي حالي لهذا الترميز، وجوابي لا بعده لا. تمام؟ بالنهاية رح نجمع كم حصلت على A نعم، كم حصلت على B نعم، كم حصلت على C نعم، كم حصلت على D نعم. تمام؟ ورح تكتبه بالدفتر هذا الجدول. خليني أستنى شوي لبين ما يطلع. جدول رح ترسموه عبارة عن صفين، الصف الأول فيه A, B, C, D، والصف الثاني حتتركوه فاضي لبين ما تجاوبوا 56 سؤال. طيب هو الجدول لسه ما ظهر، بس بدي أسأل في حدا مطلع عنده الشاشة شيء؟ ايه في، انا عم يوصلني هلا رسائل وانا عم يصير لي رسائل عم اتواصل، بس انا بتخيل انه من النت شوي ممكن يكون ضعيف عند البعض. فيكم تكتبوا على الشات يا جماعه تبع الجلسه هاي بعد اذنكم، اللي مو ظاهر عنده يكتب على الشات، واللي ظاهر عنده يكتب كمان انه انا الشاشه عندي ظاهره، يعني ما في مشكله. هلا طلع الجدول عن ساعه يعني. طلعت ورجعت فيه ثلاث أربع مرات لحتى فتح. طيب نرجع للجدول. هلأ تذكروا الدفتر اللي اتفقنا أنه يكون موجود معاكم؟ تمام. بدي ترسموا هذا الجدول، تمام، وترسموا بالضبط يعني هيك عبارة عن صفين وأربع أعمدة A, B, C, D. اتفقنا؟ اتفقنا. أكيد أنا عارف أنه أنتم من وراء الشاشات عم تقولوا اتفقنا. حرجع أعيد المعاني تماماً، أصلاً إحنا هلأ أنا وإنتو رح نمر على كل سؤال ونفهم شو معناه. اتفقنا؟ طيب أنسة بعد إذنك رهف خليني أوقف أنا الشاشة من عندي. تمام. هلأ يا أصدقاء عفواً الاختبار تبع الأسئلة هاي الشخصية وما شخصية، انتوا ما رح ما رح نبعث لكم اياه هلا، بالكثير بكره الصبح ان شاء الله، بس انتوا هلا ركزوا بطبيعه الاسئله عشان انا اشرحها وتلاقوا انه في سهوله بعمل الاختبار، فانتوا مش هلا رح تعملوا. تمام؟ طيب انسرها فوق كانه مفتوح من الموبايل او شيء. تماما، انا حطيت طريقه العرض تبع الاختبار من الموبايل، ما بعرف هيك اسهلكم ولا اعمل لك كمبيوتر. لا انا إذا بيمشي الحال. أوكي. تمام. أنا زي ما قلت لكم إنه إن شاء الله حنبعث لكم إياه ابتداء من الغد.
يعني مش تحلوه، أنا ما أقولكم تحلوه، أنتوا تجاوبوه، هو ما نوع امتحان يعني، تمام يا أمي؟ بس من معاكم تعبوه وتبعتوا لنا إياه من هون لمساءنا يوم السبت القادم بإذن الله، اتفقنا؟ عشان ما يتراكم عليكم للمرة الجاية. أوكي طيب، شو كاتبين لكم إحنا هون مقدمة؟ طيب هلأ اللي مو واضحة الشاشة عنده بس يعني يركز بحكي وصوتي وبإذن الله رح يفهم علي، وبعديها بقدر يرجع للتسجيل، ما في مشكلة. تمام، أول شيء أسئلة اختبار هيرمان، اتفقنا أنه عشان شو أعرف نمط تفكيري. شو الملاحظات؟ يرجى قراءة كل سؤال على مهل وفهمه جيداً ثم الإجابة بحياد تام. ليه؟ لأنه هم ما في لا قاضي ولا حاكم ولا حدا رح يحكم علي، فلا يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة، بل هناك إجابة حقيقية واحدة أنت تحددها عن نفسك. عند الانتهاء من الإجابة يرجى عد الأسئلة التي ستجدون بنموذج الأسئلة هذا 56 سؤال لكل جواب ترميز بإحدى الحروف التالية، فإذا أجبت عليها بنعم عند كل حرف وكتابة العدد في الصندوق المناسب لكل حرف بالأسفل. طيب هون حسيت أنه ممكن أضيع شوي، خليني أحكي لكم مثال. السؤال الأول، في موقف ما، هيك السؤال بيقول، في موقف ما هل تهتم بدقة الحقائق أكثر من الاهتمام بمشاعر الآخرين؟ وشايفين حرف الآ هيك مزين الصفحة؟ شايفينه؟ طيب نفترض أني أنا نعم أهتم بدقة الحقائق أكثر من الاهتمام بمشاعر الآخرين، لنفترض نعم. طيب شايفين الجدول اللي هناك؟ بحط شحطة أو واحد عند الآ، تمام؟ أو على طرف الورقة بكتب واحد آ، واحد آ. ليش؟ لأني جاوبت نعم. طب لو أنا بهتم بمشاعر الآخرين أكثر من الحقائق، فجوابي لا، صح؟ بعد الآ هون لا، فيبقى هون صفر. اتفقنا؟ ماشي. اللي بعده، السؤال الثاني، هل تهتم بالنظرة العامة دون الدقة في التفاصيل؟ يعني أنا ما كتير بهتم بالتفاصيل، يعني عادي باخد، خاصة لو حدا يحكي لي موقف معين، يعني بالآخر شو النتيجة يعني؟ طب شو المطلوب مني؟ هيك بجاوب أوقات، نعم ولا لا؟ فإذا جوابي نعم بحسب لدي نعم واحد، تمام؟ طيب إذا أنا جوابي لا ولا شيء بتاخد دي. السؤال الثالث، هل أنا كإنسانة بفضل الحصول على تعليمات وإرشادات واضحة للقيام بالأمور ولا لا؟ يعني أنا مثلاً طلب مني الأستاذ أني أعمل الواجب تبع الفيزياء بالمسألة الفلانية، لازم يقول لي بالضبط وين أروح أفتح وين أروح أدور وكيف طريقة الكتابة وإلى آخره، ولا أنا ما بيهمني، أنا بيهمني بس يحكي لي شو المهمة وأنا بدور على الطريقة، أنا من أي الأشخاص؟ فإذا نعم تأخذ بين واحد، إذا لا تأخذ بي صفر. أربعة، هل تستطيع أن تتوقع ما يحتاجه الآخرين وتهتم بمساعدتهم؟ يعني مثلاً لما أكون أنا بفريق باجي بتطلع بالحصة، يا الله شفت أنه والله زميلتي سألت سؤال وحسيت أنه هي ما كتير فهمت، أو أنه والله ما وصلت لها المعلومة صح، بروح ببادر مثلاً ببعت لها على الخاص وبقولها تعالي أجاوبك أنا على السؤال ولا لا؟ فإذا جوابي نعم سي شو بتاخد؟ واحد، وإذا لا تأخذ صفر. طب أنا هلأ لو جاوبت نعم على السي التنتين اللي طلعت معي قداش تأخذ سي؟ اثنين. اتفقنا؟ يعني وهكذا. طيب سؤال خامس، هل تفضل أن تكتب التزاماتك الاجتماعية في مفكرة وتعتني بتنفيذها؟ شو يعني التزامات اجتماعية؟ والله اليوم في عنا زيارة لصديقنا المريض اللي بآخر الشارع، وبنفس الوقت ابن عم أبوي بحاجة أني أساعده والله بورشة العمل الفلانية مثلاً، بكتب وبركز وبحكي إنه من الساعة الفلانية للساعة الفلانية أنا لازم أدير بالي عليهم وأعمل واحد اثنين ثلاثة، بس شو؟ بالكتابة، مش إني بس بروح بساعدهم يلا وقت ما ألاقي وقت بلاقي وقت. تمام؟ هلأ ستة، هل تتمتع بروح الدعابة التي توقعك أحياناً في المشاكل؟ يعني أنت مو أنت مثلاً أو أنت خفيفة الدم يعني مهضومة، بس تحسي إنه في أوقات مش كل الناس اللي قدامك تستوعب هذا الشيء، نعم ولا لا؟ هون إذا نعم تأخذ دي واحد، إذا لا تأخذ دي صفر. تمام؟ عشان آخر إشي أنتوا حتمروا عليه وتجمعوا والله إيه كم واحد كم نعم أخذت،
دي كم نعم أخذت، بي كم نعم أخذت، وهكذا. سبعة، هل لديك قدرة عالية على أن تفسر الأحداث وتفهم لماذا تحدث بطريقة منطقية؟ يعني بتذكرين هاي الصديقة اللي اجت تحكي لي مشكلتها في في الجامعة، وهي مثلا قاعدة عم تحكي لي، بدي أشوف إنه الكلام اللي بتحكيه منطقي ولا لا، يعني هل في تسلسل منطقي مفهوم وواضح ولا لا، ولا خلص أنا بهتم بس والله يعني بشعورها وقديش هي مزعوجة ومتضايقة وخلص، ما بهتم شو اللي إن شاء الله قالت لي، في صحن فضائي نزل على الكرة، على الكرة الأرضية بالزاوية اللي أنا فيها، فما بهتم بالمنطق. طبعا أكيد ما في هيك إشي، أكيد تماما، بس أنا بدور على المنطق بالقصة ولا لا، فنعم ولا لا. طيب سؤال 8، هل تحب أن تعمل على الأشياء متعددة في نفس الوقت؟ يعني مثلا بكتب وبحل مشكلة أخوي الصغير وبتفرج على التلفزيون، هل أنا من هدول الأشخاص ولا لا؟ ولا لما بدي أعمل شغلة، طيب هلأ في ناس عم يسألني أنسة وين بدنا نجاوب، يا أنسة هاد اللي رح يوصلكم، الرابط اللي رح يوصلكم بتجاوبوا عليه بمهلكم وبرواق، أنا بس هلأ عم بشرح الأسئلة، فخليكم معي مع الأسئلة وافهموها، وحنبعت لكم الروابط بالكتير بكرة بإذن الله، اتفقنا؟ ماشي. 9، هل تراقب لا إرادياً تعابير وجوه الآخرين عندما يتحدثون؟ يعني أنا قاعدة بجلسة مركزة بتعابير الوجه أكثر ما أنا مركزة بالكلام، هل أنا من هدول الأشخاص ولا لا؟ طب يا ترى هذا حيقول لي مين أحسن؟ هون ما في مين أحسن، هون إحنا كلياتنا أحسن ناس، بس نعرف مين إحنا أو كيف منفكر أو بشو بدنا نهتم، اتفقنا؟ بتمنى أنه هاي الأفكار يعني تكون ضرورية ومهمة بعقولنا، هون ما في أحسن، إحنا كلياتنا أحسن، بس نشوف شو كيف منفكر، تمام؟ أوكي. هلأ سؤال 10، هل تحب تنظيم الأشياء وترتيبها وتنزعج من الفوضى؟ يعني مثلا لما بدك تبلشي تدرسي لازم يكون المكتب على اليمين في كاسة مي، الإقلام، بوجه الدفتر، هدوء، ما في ولا أي كركوبة بالغرفة، التخت مرتب، الشباك نظيف، أموره تمام، هل أنا بفضلك ولا ما بتفرق معي، المهم إنه معي ورقة وقلم وقاعدة بدرس، تمام؟ هلأ سؤال 11، هل تعتقد أنك تسير بوضوح نحو هدفك؟ يعني هلأ أغلبكم داخلين مسارات علشان يا صف التاسع تنطلقوا وتكملوا بإذن الله تعالى، بعدين أو لا البكالوريا، يعني في مراحل مفصلية بحياتكم محملة بالأهداف، هل تعتقدوا كل يعني كل شخص عن حاله إنه أنتوا عم بتصيروا بوضوح لهذا الهدف؟ بوضوح يعني عارفين كل اللي أنتوا عم تمشوا عليه ولوين رايحين ولا لا؟ طيب سؤال 12، هل يعتبرك الناس مغامرا؟ يعني بتقول عنكم الناس إنه أنتوا مغامرين، لا أقصد في التهور، لا ما أقصد في التهور، أقصد في إنه أنتوا ممكن تعملوا الشغل هيك فكرة طقت براسي وحاسة إنه أنا بقدر أعمل هاي الشغلة بغض النظر أنا شو نتائج ممكن أحصلها، تمام. هلأ 13، هل تحب التخطيط المفصل لأي عمل تقوم به؟ يعني مثلا عندي مجموعة من الدروس لازم أدرسها، بكتب الساعة الفلانية من الخامسة إلى السادسة سوف أدرس كتاب مثلا الفلسفة من الصفحة كذا إلى الكذا مثلا، في عالم هيك تشتغل وفي عالم حاسة إنه الإنجاز تبعها ما لا يقام إلا على هذا العمل، فهو مش غلط، وفي ناس بتلاقي طرق تانية، تمام. هلأ 14، هل تفكر عادة بشكل منطقي وتحاول فهم الأمور بعيدا عن مشاعرك؟ يعني كيف بتفسر الأمور؟ يعني تقريبا زي ما قلنا بالتسلسل المنطقي، ولا والله لأني أنا غضبان فهذا الإشي اللي صار لي مش صح بغض النظر إذا هو منطقي أو لا، تمام. سؤال 15، هل تعتبر نفسك عطوفا ولطيفا مع الآخرين؟ يعني الناس مثلا بتعلق عليك أو عليك إنه والله أنت لطيف معنا، الله يحن عليك مثلا، حنون مع الناس ولا لا؟ يعني ما بقدر أفسرها أكثر من هيك، هي هيك. 16،
هل تمتلك القدرة على بناء علاقات والاعتناء بها والتواصل مع الآخرين؟ يعني اجتماعي، إنسان تشعر أنه أنت إنسان اجتماعي وتتواصل مع الآخرين وبتبادر، والله أشوف فلانة إذا وصلت البيت أو لا، أتأكد إذا أمورها تمام ولا لا، عندها امتحان خليني أسمعها كلمة طمنها إلى آخره. طيب طب لو ما عملت هذا الإشي غلط؟ لا مش غلط طبعا، لا مش غلط، ما فيش إشي غلط وصح. طيب سؤال 17، هل يعتبرك الناس حازما أو عقلانيا؟ يعني خلص حكيت عن الشغلة لا لأنك قررت وفكرت وأخذت وقتك بالتفكير، ولا عادي؟ فهل بيعتبروك الناس حازم ولا مش حازم، عقلاني ولا مش عقلاني؟ تمام. 18، هل تكره الأمور غير المؤكدة والتي لا يمكن توقع نتائجها؟ عكس المغامر، يعني المغامر خلص طرأت بباله فكرة بده يعملها بغض النظر عن شو النتائج. في أشخاص لا بتحب إنه يعني تكره تكون الأمور مش مؤكدة، والله إحنا نروح نجرب ولا نروح على هذا المكان الفلاني وإحنا مش عارفين إذا كيف الطقس وكيف الرحلة والطريق محفرة ولا محفرة وما بقدر أتوقع نتائجها. هل أنت من الأشخاص اللي تكره هاي الأمور ولا لا؟ 19، هل تحرص على التفكير جيدا قبل إنفاق مالك؟ يعني مو إنك بخيل أبدا أبدا، بس أنت أو أنتي بتحاولي تفكري طب هاي المصاري مكانها الصح هون ولا لا؟ أفكر كذا مرة قبل ما أصرف مصرياتي بعيدا عن البخل. طيب سؤال 20، هل تستهويك الأفكار غير التقليدية والمجنونة كما يسموها الآخرون؟ يعني والله هيك تكون أنت بقعدة ويخطر وهم عم بيدوروا على حل لمشكلة تقوم أنت تقولهم طب ليش ما تجربوا تعملوا هيك؟ طبعا هي بتكون شو الفكره بالنسبه لهم، مجنونه ولا يمكن يعني وغير تقليديه ابدا، يعني مش معروفه ولا ممكن تكون حتى مفهومه، لكن يكون في لها جزء من الحل كتير كبير. طيب 21، هل تحب ان تحتفظ باغراضك بشكل منظم ومرتب؟ يعني مثلا تعرفوا هاي الاخت اللي بتكون مثلا مرتبه البيت وشطف الدار وفايته على الغرفه ومزبطة كل أمورها وبلشت يعني تشتغل بأمورها ويجي حدا يكركب لها إياه وتقوم بتعصب، يعني هي أكيد هتعصب يعني تمام ومعها حق. بس هل أنت دائما تحتفظ بأغراضك بشكل منظم ومرتب؟ يعني متى ما حدا دخل على الغرفة أو المكان أنت قاعد فيه دائما أغراضك أنت أغراضك الشخصية مرتبة؟ 22، طبعا هذا الإشي ما حدا حيطلع عليه غيركم، يعني اللي هيك اللي دائما مرتب وبيحب يعني تكون اموره منظمه يحط نعم، واللي مش هيك يحط لا، ما فيهاش مشكله ابدا. طيب 22، هل تحب تشغيل الاجهزه الجديده بنفسك دون قراءه الدليل؟ يعني انت بتحب تشوف هذا الجهاز كيف بيشتغل وكيف بيخرب وكيف بتصلح من دون ما ارجع لقراءه الكتالوج اللي بيجي معه. انا صراحه بتقولوا له كتالوج انتوا صح؟ اي صح بنقول له كتالوج. طيب هلا سؤال 23، نرجع لموضوع المال، هل تجد صعوبة في جمع المال وتحب أن تنفقه؟ يعني مثلا لما حدا يقوله، يعني نسمع هيك كتير أهل يحكوا والله أنت إيدك فاروطية، إنه كل إشي بإيدك من مصاري أنت تضلك تصرفه، وبصعوبة لحتى يكون في بين إيديك فلوس أو يضل مصروفك معك، فهل تجد صعوبة في جمع المال ولا بتحب انك وتحب ان تنفقه؟ يعني شو ما معك مصاري تنفقه بغض النظر انت معك ولا مو معك. 24، هل تستمتع وترتاح بترتيب وتصنيف الاشياء وتنظيمها؟ يعني في اشخاص مثلا لما يشعروا بالغضب الكبير بيروحوا بيرتبوا البيت وبيعزلوه، وممكن يروحوا يسووا خزائن المطبخ اللي يمكن لها سنه ما تنظفت مثلا. في ناس بتستمتع، يعني تحس انه هي في جزء عندها من التوتر والقلق بيروح لما بترتب أو تنظف مثلا، وهذا مش بس للخاص بالبنات، بالأولاد بدي إياهم كمان حتى يعني بالشباب اللي معنا إنه يرجع يقرأوا الأسئلة والبنات ترجع تقرأ الأسئلة وتقيسها على حالها. تمام، أنا بس بحاول يعني أحط أمثلة من حياتنا اليومية عشان تكون مفهومة، وما شاء الله أنتم مبسوطين كل شوية طلعوا لي وجوه ضحكة. طيب 25، هل تميل يعني تحبذ أو تفضل في حكم، هل تميل في حكمك على الأشياء على حدسك وتوقعاتك أكثر من التحليل لها؟ يعني مثلا
والله قلبي حاسسني إنه اليوم بدي يجي عنا ضيوف مثلا أنا بقول، ومع إنه ما بيكون في حدا مخبركم أو حاكي معكم إنه بده يزوركم، بس أنت مثلا تلقائيا هيك مخك اشتغل وقال والله الجو اليوم حلو وجيراننا صلنا زمان ما زارونا وكذا إلى آخره، فممكن إنه يجوا. طبعا أنت ما بيكون في عندك شيء واقعي ملموس أمامك، لكن حدسك بخبرك إنه إنه في شيء مثلا بده يصير. طبعا هون حكم على الأشياء، تمام؟ هل تميل في حكمك على الأشياء على حدسك وتوقعاتك أكثر من التحليل لها، من تحليل الأحداث يعني. 26، هل تحب معرفة التفاصيل والخطوات لأي عمل تقوم به؟ يعني مثلا هذا الاختبار، إحنا عم نحكي التفاصيل والخطوات تماما، بس عم يجيني هلأ أسئلة تانية مفصلة لسه أكثر، فهل أنتوا بتحبوا معرفة التفاصيل والخطوات لأي عمل تقوموا به ولا لا؟ طيب 27، هل تكره أن يتغير نمط يومك؟ يعني الروتين، إنه والله أنا في عندي روتين بحياتي ما بحب حدا يخرب لي، ولا بحب حدا يكسر لي، أنا عندي نمط معين وأنزعج جداً إنه هذا النمط تغير، نعم أو لا؟ طيب 28، هل تعمل بجد وتكرس وقتك وجهدك لتحقيق أهدافك بحماسة؟ يعني بجيب بمعنى آخر إني بجيب آخري لحتى أحصل على الهدف الواضح أمامي، ولا مو بس هيك، ما بقى يعني بروح وأنا مثقل القدمين أو يعني محمل العيلة كلها جميلة، لا، بحماس إنه أنا بدي أحصل على هذا الهدف وبحاول أوصل له. 29، هذول كاسري القوانين والقواعد، هل تكره القوانين والأنظمة وتشعر أنها تقيد حريتك؟ طبعا إن كان في المدرسة، في البيت، في إلى آخره، طبعا أنا بقصد فيه القوانين والأنظمة اللي كل متفق عليها، تشعر أنها بتقيد حرية الإنسان ولا لا، حريتك أنت كإنسان ولا لا. طيب 30، هل يقول الناس عنك أحيانا أنك مندفع ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتك؟ يعني التعليق اللي ممكن يسمعوه هدول الأشخاص إنه والله ما فكرتك تعملي هيك، ما توقعتك تعملي هيك، أو ما توقعتك تعمل هيك. ومندفع يعني مثلا حدا يحكي قدامكم شغلة يعني خاصة هلأ بهاي الأوضاع، تقوموا أنتوا يعني شو تبلشوا فيه، إنه لا وما بصير ومش من حقك وإلى آخره، تمام. طيب 31، هل تحب الشعر أو القصص أو التواصل مع الآخرين؟ يعني تشعروا إنه أنا بحب أسمع الناس شو عم تحكي، وبحاول يعني أدور مثلا على كتب فيها قصص، أو حتى إنه الشعر إني أسمعه وإني أكتبه أو ألقيه أو أي شيء له علاقة بالكتابة، تمام؟ بتحبوا الشعر أو القصص أو التواصل مع الآخرين. 32، سؤال 32، هل تحب أن تفعل أشياء بدلا من التفكير فيها كثيرا؟ يعني هاي مفهومة. طيب تمام، السؤال 33، هل يعتبرك الناس عاطفيا؟ يعني مفهومة إن شاء الله إنه ما بدها شيء. تمام 34، هل أنت عادة حذر وتفكر في العواقب بعناية؟ يعني حدا طلب مني شغلة معينة وبده ردة فعل، هلأ بفكر كتير قبل ما أجاوب أو قبل ما أقوم بالعمل، ولا هيك عفوية ورأسا بحكي مثلا؟ هل أنت عادة حذر تفكر في العواقب بعناية أو لا؟ تمام 35، هل تكون مستعدا لمساعدة الآخرين على الفور عندما يحتاجونك؟ يعني ما بتسأل أنت عندك وقت، ما عندك قدرة، عندك قدرة ما عندك قدرة، أي حدا طلب منك مساعدة على الفور بيلاقوك، نعم ولا لا؟ طيب 36، خاصة هدول يعني ممكن نعرفهم لما نشتغل مع فريق، هل تعتقد أن العمل أهم من المشاعر؟ يعني إنجاز العمل أهم من مشاعر الناس اللي عم تشتغل ولا لا؟ طيب 37،
هل تمتلك معرفة مميزة في المواضيع العلمية والتقنية؟ نعم أو لا؟ 38. هل يعتمد الناس عليك ويثقون بأنك ستنجز المهام وتكون مخلصا؟ 39. شو يعني، معلش بدي أرجع على السؤال بعد إذنك أنسى، شو يعني هل يعتمد الناس عليك ويثقون بأنك ستنجز المهام وتكون مخلصا؟ يعني أنت مخلص لإنجاز هاي المهمة شو ما كلفك الأمر، ويمكن أنتوا تكونوا عم تعرفوا أشخاص حواليكم فعليا هم هيك. طيب 39. هل تحب أن تعمل بدقة وتستمتع بإنجاز الأمور خطوة بخطوة، يعني بإتقان، مش بس بدقة، بإتقان، يعني كلمة بدقة بإتقان، وبتستمتع بالإنجاز ولما بتعمله خطوة بخطوة وبهذا الترتيب؟ طيب 40. تمام 41. هل يعتبرك الناس حذرا أو منظما؟ 42. سهلة بسيطة، يعني ما حاسة إنه بدها تعقيد. يعني 42. هل تعرف وتفهم الأرقام وتستطيع حسابها واستخدامها بسهولة كما تريد؟ يعني ما أنا لا أقصد فيها فقط مادة الرياضيات والحسابات اللي أنتوا بتاخدوها، لا، أنا بقصد مثلا بيع وشراء. والله ماما أعطتني فلوس أروح أشتري لها إشي من الدكان، فأنا الأخذ والعطاء، وبعرف قديش لازم يخصم لي وقديش لازم يرجع لي فراطة وإلى آخره، فعندي ما عندي مشكلة في هاي الأمور أبدا أبدا. أو مثلا بدي أحسب والله الدينات اللي علينا لسمان مثلا إلى آخره. 43. هل تستمر في العمل حتى تنجز المهمة؟ يعني جربت أني أعمل والله هاي المهمة، وفي نص الطريق حسيت أنه خلص، يعني ما في نتيجة وما رح ألاقي إنتاج نهائياً، بتركه بمشي، ولا أنا بضلني أجرب لحتى أنجز المهمة شو ما كلفني الأمر؟ 44. هل تحسن التعامل مع الأرقام والحسابات؟ بيشبه كتير السؤال اللي مضى، لكن هاي الأرقام والحسابات نقصد فيها كل شيء، كل شيء له علاقة بالأرقام والحسابات، كل شيء. تمام. 45. أوكي. 46. هل تستطيع، في آية هي غالبا لأنه أنا عم أعرض مثل ما عم أعرض للطلاب، وغالبا حطينا الخيار تبع أنه الأسئلة تتلخبط، فهلأ بقيمه قبل ما نرسله غدا ما في مشكلة. المهم أنه أنا بدي إياهم بس يسمعوا الأسئلة ونحاول بسط لهم إياه الإشي مش مفهوم، بس أنا متأكدة أنه هو يعني بسيط بإذن الله، وهم لحالهم هم عم بيجربوا يجاوبوا عن حالهم رح يلاقوا بساطة أكثر من اللي أنا عم بحاول هلأ أعمله. طيب هل تستطيع أن تحدد المشكلات وتحللها وتجد حلولاً مناسبة لها؟ يعني مثلاً خلينا نقول في خناقة معينة بين زملائي، تمام؟ فبدي أعرف متخانقينهم مع بعض، بس أنا بدي أعرف شو سبب هاي المشكلة وأحللها، إنه شو الأسباب اللي خلت هاي المشكلة موجودة، لا، وبدي أبادر بإني أوجد حل كمان، تمام؟ مثلا أنا عم بحكي مثال. تمام. اللي بعده بعد إذنك أنسرها. هل تعتبر أن العلاقات الجيدة مع الآخرين هي أهم شيء بالنسبة لك؟ يعني أنا بهمني إني أفوت على مثلا فريق، أهم إشي فيه تكون العلاقات منيحة، إني أنا أوجد علاقات كويسة مع كل أعضاء الفريق بغض النظر عن المهمة والإنجاز والشغل وإلى آخره. هل أنا هدول أشخاص ولا لا؟ وهون ما في صح وما في خطأ، لأنه تخيلوا لو عندنا بس بالمجموعة كل الأشخاص تهتم أن تكون في علاقات جيدة مع الآخرين، صدقوني يمكن ما في حدا أنجز. بس لا، بدنا حدا يهتم بالعلاقات، بدنا حدا يهتم بالمهمة، بدنا حدا يهتم بالخطة إلى آخره. فهون برجع بكرر، ما في هون حدا أحسن من حدا، والله وإنه هذا السؤال يعني والله كويس إنه يكون عندي بس هو مش عندي، لا، إحنا هيك ما رح نستفيد شيء من الاختبار. طيب هل يفضل الآخرون، طبعا هاي فيها كمان وجهة نظر الآخرين فيه، يعني هل يفضل الآخرون أن تتخذ دور القائد؟ والله أنت إنسان قيادي، يعني ممكن تسمعوها في بعض الأشخاص هيك. طيب سؤال 50، هيقرب نخلص.
هل تعتقد أن القوانين والعقوبات يجب تنفيذها بحزم وبدون مجاملات؟ يعني والله القانون قانون، يعني زي ما هلأ صار معكم، ما بعرف وين، إنه ما أنا ما بعرف شو المشكلة بالضبط، بس في حدا حكى على المنشور عندنا بالإرشاد الأكاديمي، نبه على شغلة معينة، إنه في قوانين معينة للحصة وللجلسة أو للمحاضرة أو للدرس إلى آخره. أي حدا بده يكسر هاي القوانين لازم يعني يكون في رد فعل معين. هل أنتم من الأشخاص تعتقدوا إنه طبعا كل شخص مع حاله، هل تعتقد أن القوانين والعقوبات يجب تنفيذها بحزم وبدون مجاملات؟ يعني بغض النظر هو إلى آخره. تمام، 51 قربنا إحنا نخلص. هل تحب أن تعمل مع الآخرين لتحقيق هدف مشترك؟ يعني بتفضل أنك تكون ضمن فريق لحتى تحققوا هدف مشترك بين هذا الفريق ولا لا؟ طيب سؤال 52، هل تستطيع أن تلهم الآخرين وتزيدهم حماساً؟ يعني هيك تعرفوا هذا المحرك اللي هيك دايماً يبث الأمل واللي بالفريق أو مثلاً بالمجموعة أو حتى بالبيت. هل أنت كشخص أو كإنسانة تستطيع أن تلهم الآخرين وتزيديهم حماس ولا لا؟ طيب، هل تحب مساعدة الآخرين وتقديم مساعدة من وقتك ومالك وجهدك؟ يعني بتحب أنهم تعرفوا هدول، هذا الشخص اللي بيكون وقته وماله مش إله لكل للناس اللي حواليه. طيب سؤال 54 ضايل هو بعد غير السؤالين، هل تحب أن تتحدث مع الآخرين عن مشاعرك وقصصك اللي ببلشوها الأشخاص؟ تعالوا أحكي لكم اليوم شو صار معي مثلا، والله اليوم كتير عصبت واليوم كتير انبسطت أو اليوم ما بعرف شو. تمام، هل تدرك بحدسك وبديهتك الأمور دون الحاجة للتفكير كثيرا؟ يعني سريع البديهة وبتعتمد على الحدس في فهم الأشياء ومش بحاجة لعملية عقلية معقدة مثلا. وآخر سؤال، هل تحب التغيير وتكره أن تفعل الأشياء بروتين متكرر؟ يعني والله أنا كاسرة للروتين، كل يوم عندي روتين مختلف وما بحب الروتين بحياتي مثلا. أنسى آية، ما بتوقع أنه آخر سؤال كونه الأسئلة تخربطت مثل ما ما في. طيب عادي ما في مشكلة. هل تراودك أفكار جديدة كثيرا؟ يعني هذا الصبح بصحى على فكرة بده يعملها، الظهر بيروح بيقول كيف بدي أعدل عليها، المساء بيكون عنده فكرة مختلفة تماما عن الفكرة الأولى. وإحنا بنلاحظهم الناس اللي حوالينا، والله إجتني فكرة، شو رأيكم نعمل 1 2 3 هيك دائما دائما، يعني منبع بنك الأفكار. أنا مش عارف أنتوا ليش بتضحكوا، يعني رب الله يبسطكم كمان كمان، بس عن جد هيك في حوالينا هيك أشخاص يعني. طيب، هل تحب الاستماع لمشاكل الآخرين وتحاول مساعدتهم؟ طبعا هون بدك تفصلوها عن الفضول، هدول الناس اللي يعني بحبوا يسمعوا بس عشان يشبعوا فضولهم. لا، أنا بحب أسمع للناس اللي قدامي، أنا بحس إنه أنا في عندي قدرة، يعني الله معطيني إياني أساعد التانيين. تمام؟ طيب اللي بعده، بالنسبة لك أجمل اللحظات هي التي تسعد فيها الآخرين. يعني أنا بكون كتير مبسوطة لما أدخل السعادة للناس اللي حوالي، هل أنا هيك ولا لا؟ عادي، ما أنا ممكن أكون كمان من أسعد الناس بس مش بهاي الطريقة مثلا. فما برجع بقول ما في شيء صح أو خطأ. هو أظن إنه إحنا خلصوا، خلصوا الأسئلة. هون رح يكون عندكم أصدقائي مثل المربع تكتبوا فيه عدد حرف الآلي ظهر معكم بعد ما تحسبوه. آخر 4 أسئلة حيكونوا، وهون كمان حرف البي بعد ما تحسبوه أنتوا كم مرة طلع معكم حرف بي، حرف السي وحرف الدي. هلأ كيف رح تعرف؟ رح تصير تعدوا وين نعم، كم مرة أنا حكيت نعم جنب هذا السؤال كان ترميزه إيه، لنفترض أنه 12. تمام، وترميز البي طلع عندي خلينا نقول 13 مرة أنا جاوبت عند البي نعم، والسي مثلا 9 مرات طلعت معي نعم، والدي مثلا طلعت معي 11. فشو أعلى رقم
طلع عندي أنا B مظبوط؟ يبقى أنا عندي 4 أنماط التفكير لكن أعلاهم هو B، فأنا نمط التفكير B. كيف رح أعرفه؟ بعد ما أنتوا تبعتولنا هاي الأجوبة وتقولولنا إنه والله A طلع هالقد رقم، B هالقد نعم، C هالقد نعم، D هالقد نعم، رح نبعتلكم شخصياتكم شو هي. اتفقنا يا أصدقائي؟ خليني أفتح الكاميرا. طيب هلأ هو للوهلة الأولى وحسيته أنه أسئلة كتيرة ويمكن طويلة، لكن صدقا هو ما بياخد أكثر من 15 لعشرين دقيقة، تمام؟ وهذا واحد. اثنين، كتير مهم أنه تعملوا عشان للمرة الجاي نقدر نبني عليه الاختبار الثاني. وثلاثة، ما تستهجنوا أو يعني تستغربوا من الأسئلة. هي إذا أنتوا لاحظتوا أنه أغلبها أنه ردود أفعالكم، إن كان بالمدرسة، بالعائلة، بالعمل إلى آخره. ليش؟ لأنه يعني إحنا كيف رح نعرف إحنا كيف بنفكر؟ حكينا الفكرة يتبعها شعور، يتبعها سلوك، اتفقنا؟ فأغلب الأسئلة رح تلاحظوا إنه هي تسليط الضوء على سلوككم وردود أفعالكم ومحبتكم للشيء أو كرهكم للشيء، صح؟ ليه؟ لأنه هذا السلوك رح يورجينا شو الفكرة يلي جاية والمتأصلة وراء هذا الشعور. هاي هي المبدأ اللي قائم عليه مقياس هيرمان، أو مقياس هيرمان لأنماط التفكير. هيطلع عنا أربع أنواع أنماط تفكير. طبعا إحنا هون كلياتنا عاملينه، وأنا عارفة شو نمط تفكيري وعملته قبل ما أدخل الجامعة، واشتغلت على كم من شغلة عندي كنت أحس إنه فيها نقص. فهلأ الحمد لله يعني حاولت إنه يكونوا كلهم عاليين بطريقة معينة، وتقبلت النقص اللي أنا ما قدرت أتغلب عليه، بس ركزت إنه في أمور معينة أنا بقدر إني أصلحها، ما أخليها نقطة ضعف عندي، أعدلها كفكرة. طب يا ترى كان بيقدر أي إنسان برا يعدل لي إياها؟ أكيد لا، تماماً لا. فهاي هي فرصتكم أصدقائي لحتى تعرفوا أنتوا كيف بتفكروا. وحتى لو هذا الاختبار عملتوه لعائلتكم وأصدقائكم كمان، كتير حتلاقوا أنه يعني في فرق، أنه أنا عم بفهم اللي قدامي لما بيتصرف هذا السلوك على أي أساس بتصرفه، تمام؟ وأفهمه وما أحاول أني أنا بس أنفعل وأعطي ردود أفعال وما أستوعبه. ليه؟ هلأ شو أكبر 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 عدو للإنسان؟ أكبر عدو للإنسان الجهل. الجهل بكل مقاييسه، لا أقصد فيها اللي بس يعني الجامعة والمدرسة وهاي العلوم، لا لا لا، حتى الجهل. إحنا يعني مثلا أوقات ليش منخاف من المكان المظلم؟ لأني ما بعرف شو بقلبه. ليش الناس أوقات تحكي أنا بخاف من المستقبل؟ لأنه ما حدا بيعرف شو جايب له. لكن الوعي والإدراك بيخفف عندي من حدة هذا الشعور، فبيروح الخوف، فبصير أجيب، يعني بصير أتخيل إنه أنا كيف بقدر أحل مشاكل، أنا كإنسانة كيف بفكر وكيف ردود أفعالي. وفي أوقات بحس حالي يا الله أنت يا آية ليش هالقد انزعجتي وتضايقتي وليش عصبتي، يعني ما كانت مستاهلة. باجي بقول صح صح، أنا هيك أصلاً نمط تفكيري فعلياً. بصير بفهم حالي بالمرة اللي بتنعاد فيها الموقف بتكون ردة فعلي مختلفة. وتقيسوها كمان على الأشخاص اللي حواليكم. أنتوا بكرة إن شاء الله ربنا يعني يسر لكم تدرسوا تفوتوا الجامعة أو حتى تمتهنوا مهنة، يعني إحنا بشر حنتعامل مع بعض وتتقاطع يعني مستقبلنا مع بعض، خلينا نقول أحلامنا أهدافنا. إذا أنا فهمت حالي وجربت إني أستوعب اللي قدامي، قد إيه في تناغم وانسجام رح يصير بالمهمة اللي رح تنجز، بالعمل اللي عم بحاول أعمله، لأنه أنا ما رح أقدر أعيش لحالي. فإذا أنا بني آدم لسه مش فاهمة من حالي ولا فاهمة مثلا الأشخاص اللي معي كيف بيفكروا أو كيف بتصرفوا وعلى أي أساس، تمام؟ فشو النتاج الأخير اللي بده يصير؟ يعني أنا على شو بدي أحصل؟ فهو هاي يعني تعرفوا هو الاختبار أصلا أطول من هيك شيء، تقريبا 120 سؤال، بس كتير في ناس اشتغلت لسه على عليه وحاولت أنه تبسطه لحتى نقدر نفهم بعض. هل هو يحقق الفاعلية؟ نعم. أنتوا حاليا في هاي المرحلة اللي أنتوا فيها بيكفيكم تعرفوا شو نمط التفكير وتصيروا تفهموا لقدامكم كيف بيفكر،
وأنا بتمنى أنكم تعملوه لكتير يعني من عائلاتكم وأهليكم وإلى آخره، وتصيروا تقولوا أنت إيه وأنا بي وأنت سي وأنت دي. طب يلا عرفتوا، هذا لا يعني أنه ما عندكم باقي الحروف، لا، إحنا عندنا الأربع، كل بني آدم الله خلقه عنده هاي الأربع أنماط تفكير، لكن هو متميز بواحد وأوقات اثنين وفي ناس بثلاث، تمام؟ لكن إحنا بدنا نعرف نمط التفكير، وبعدين شوي شوي شو الشخصية، بعدين شو الميول المهنية والأكاديمية، لحتى نكون إنسان متمكن في مجتمعي، متمكن بالمكان اللي أنا فيه، وعارف لوين رايح وشو بدي وشو بقدر أعمل. أنسى آية. في أشخاص عم يسألوا إنه إذا هلأ حطينا نعم إحنا بنحطه بالجدول، بحال جاوبنا على السؤال بلا، فنحن شو المفروض نعمل؟ ما تحسبوا نقاط، تمام، إحنا بس نعم لكل حرف فقط، لا عادي ما في مشكلة. في كمان أشخاص انضموا جديد، فإذا بنرجع بنعطيهم ملخص سريع. هلأ ملخص سريع، إحنا اليوم جلستنا اسمها كيف أعرف نمط تفكيري ونوع ذكائي. في أربع أنواع أنماط تفكير، خلينا نسميها A, B, C, D، اتفقنا؟ في عالم اسمه هيرمان، بعد دراسات مطولة، والله وتعب وهو بيعمله، عمل مجموعة من الأسئلة بتقيس شو أنماط التفكير عند الناس، تمام؟ طلعوا هدول الأسئلة طبعا 56 سؤال، رح تجاوب أنت عليهم بنعم أو لا. هون ما في علامات، هون ما في إجابة صح ولا إجابة غلط، زي ما اتفقنا في إجابة واحدة حقيقية عن نفسك، اتفقنا؟ المطلوب أنك لما بتجاوب هاي الأسئلة بنعم أو لا، تمام؟ نعم مثلا عند حرف الـ A تحسب واحد، طب والله جمعت أنا 13 A، نعم، لا تحسب بأي سؤال، و12 إيه عفوا 12 نعم ببي، و13 بسي، و14 مثلا نعم بدي، فشو بتطلع نمط تفكيري؟ دي. انت بعدين بعد ما تخلص هذا الفورم انتوا بس بتبعتوه، فما في داعي تعملوا لي سكرين شوت او لقطة شاشة او صورة، احنا حيوصلنا كل النتائج لما انتوا تعبوا وتبعتوا ارسال، تمام؟ حنبعت لكم الرابط، ما حتقلقوا، رح تعرفوا وين حطوا له، حندلكم عليه، ما في اي مشكله، تمام؟ طيب رح نبعت لكم مخرجات هذا المقياس هيرمان، وتعرف شو انماط تفكيركم كلها، يعني احنا حنبعت الاربعه وانت مثلا والله ايه حتعرف انك انت ايه وشو شو تفصيلاته، تمام؟ طيب احنا ليش عم نعمل هذا الشيء؟ شو الفائده؟ شو الفائده؟ هلا في غايات صغيره لأهداف صغيرة وفي لأهداف كتير كبيرة. أهم غاية وهدف إني أنا كإنسانة أو كإنسان مسلم عربي لما أعرف نفسي، أنا في هاي طريقة من طرق إني أتعرف على رب العالمين، وهي يعني من أسمى الغايات وأسمى العبادات إني أنا أعرف رب العالمين. ليش؟ لأنه ربنا لما نفخ في هاي الروح أعطاني فيها قدرات ويعني طاقات وقوة لحتى أني أكون أنا مستخلف في الأرض، صح؟ وهي الغاية الكبيرة، أتعرف على ربنا بصفاته وأسمائه، وبنفس الوقت أستخلف، يعني أكون مستخلف بهاي الأرض والله يستخدمنا ويستعملنا ولا يستبدلنا. ومن حقي على نفسي أني أعرف ذاتي، يعني هاي النعمة اللي ربنا عطانا إياها، بتوحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعرف مين هي، يا ترى كيف بتفكر، حتى رح نلتمس إحنا بعد ما نعرف هاي الأنماط تفكير. أنتوا يا جماعة رح تحسوا إنه في يمكن مشاعر غضب أو خلينا نقول عدم فهم أو عدم وعي بالتعامل مع الأشخاص ومع نفسي، حتى مع نفسي بلومها وجلدها يمكن رح يخف كتير. ليه؟ أنا صرت واعية شو نظمات تفكيري. متخيلي أنت لما حدا يقولك يا أنسة رهف والله أنت عندك الأفكار واحد اثنين ثلاثة جاية من واحد اثنين ثلاثة، فتخيلي قديش حيكون في سهولة بالتعامل مع ذاتك وبالتعامل مع الآخرين، وحتحسي إنه أنا لازم أركز على هاي النقطة، هاي نقطة قوة عندي، ليش ما أستخدمها في الدراسة الفلانية أو في المهمة الفلانية أو بالحلم والهدف الفلاني. ليه؟ لأنه كلياتكم هلأ جايين بمسارات، عندكم أهداف وأحلام، صح؟ وشايفينها أمامكم وبتتناموا وتصحوا عليها أكيد، وبغض النظر هاي الأهداف مربوطة بس بشهادات ولا مربوطة بإشي أكبر ولا بعمارة البلد وإلى آخره. طيب
وحاسس حاسه اني انا بقدر وبس. وقعدت هيك يلا الحلم، انا عندي حلم كل يوم الصبح بصحى الصبح عندي الحلم وعندي هذا الهدف. طب وين الاكشن؟ وين الانجاز؟ وين الخطوات العمليه الحقيقيه اللي انا عم بعملها اتجاه هذا الحلم او الهدف؟ وينها؟ بتبلش من اني اعرف مين حالي. طيب بعض الاصدقاء نسيانين، انا اسفه عم اقاطعك. لا يهمك. بعض الأصدقاء مثلاً ما كانوا بالجلسة الأولى أو نسيانين شو كنا عم نحكي بالجلسة الأولى. نحن شو دخل مسار الإرشاد بموضوع أنه نحن نعرف شخصيتنا؟ تمام، طلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد. أول شيء هذا البرنامج اسمه اكتشاف الخارطة الشخصية. هو جزء من مجموعة ثلاثة برامج. تمام؟ بالبرنامج الخارطة الشخصية إحنا علشان أعرف أنا شو ميولي الأكاديمية والمهنية يعني أنا شو حأشتغل وكمان شو حأدرس بالضبط، بهمني أعرف حالي. بهمني كتير أعرف مين هذا الإنسان وراء هذا اللي الحلم، عفواً، مين هذا الإنسان وراء هذا الميول أو وراء هذا الحلم أو وراء الهدف. إذا عرفت حالي رح يكون موضوع أسهل؟ طبعاً أكيد رح يكون أسهل علي أنا كإنسانة، وأعرف شو الأدوات اللي والآليات اللي بقدر أوصل فيها لحلمي بطريقة أسرع، وحكون مميزة بالمجال اللي أنا فيه لأنه هو نقطة من نقاط قوتي. نعم، وأكون إنسانة فاعلة، يعني خيري متعدي من ذاتي لعائلتي لمجتمعي. الموضوع ما بهاي المثالية ولا بهاي السهولة، لكن إحنا شفتوا بنحب، شايف الأهداف الكبيرة اللي بالحياة بنحب نفتفتها شوي شوي ونمشي معها خطوة 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 خطوة. ليه؟ هذا هو الهدف، أعرف مين أنا؟ هلأ ده شو نمط تفكيري؟ إن شاء الله المرة الجاي شو هي شخصيتي ونقاط قوتي ونقاط ضعفي؟ بعدين أتعلم أعرف شو ميولي الأكاديمية والمهنية، وبعدين رح نيجي نتطرق لأمور تانية حتى بشخصيتي حتى ما أجعلها عائق أمام تحقيقي للهدف. وصدقوني لو أنتوا طلعتوا يعني بهاي الأمور من هلأ بعمركم هلأ، أنتوا ما تتخيلوا حجم العثرات اللي أنتوا رح تنتبهوا لها بكرة بحياتكم. الإنسان اللي بيعرف حاله يعني بيعرف ربنا، يعني عنده ثقة لا تهزم بأي شيء بيقدر هو يعني يفكر فيه يحلم فيه يخلي هذا الحلم لهدف واضح يقدر يوصل له ورح يصير. تفضلي. هلأ أنا ما ممكن يكون عرفانة شو هو ميولي المهني أو أنه أنا شو بدي أشتغل أو شو بدي أدرس من دون ما أعرف حالي؟ يعني في ناس كتير تفترض أنه أنا بعرف حالي فأنا بعرف أنه أنا بدي أدرس. طب أنا من صغيرة أنا رح أدخل، طب ما شرط أني فوت بهي الأسئلة وهي المعمعة فخلص. يعني شكراً على سؤالك، لأنه في عالم هون كتير وأنا متأكدة أنها بتعرف حالها، بس هل يا ترى ملامة كل هذا الشيء وصابته بالاتجاه الصحيح ولا لا؟ إحنا هون زي ما قلت لكم أنا علي 1% هون بمسارات كمهمة، وأنتوا عليكم 99. ليش؟ لأنه أنتوا ممكن كتير منكم عارف حاله وعارف شو بده يدرس وعارف أنه عنده هاي القدرات، لكن إحنا هون نعيد توجيهها بالطريقة السليمة والصحيحة، أو على الأقل نتأكد أنه هي على الطريقة الصحيحة والسليمة ولا لا. معناها مسار الإرشاد الأكاديمي حيساعد الناس اللي ما بيعرفوا هنن شو حابين يدخلوا أو شو حابين يدرسوا أو مين هنن أنهم يعرفوا حالهم، والأشخاص اللي أصلاً عندهم معرفة خلينا نعمل مثل تشيك أو أنه يا ترى أنا عن جد بعرف حالي صح ولا أنا متوهمة، ولا أنا مثلاً بفكر أنه الناس لأنه بتقولي على طول أنت رح تصيري دكتورة أنت رح تصيري دكتورة فأنا تبنيت هاي الفكرة، بس أنا بالأساس إذا صرت دكتورة ممكن يكون ماني سعيدة أو ماني كتير منجزة بهذا المجال أو ما رأى تماماً. فالأشخاص اللي بيعرفوا حالهم، حتى الأشخاص اللي بيعرفوا حالهم كتير مهم أنهم يعملوا هدول الاختبارات، واللي هي رح تكون مثل ما حكيت الآن ساعة على 3 درجات. ليش؟ لأنه أحياناً نحن نفكر أنه منعرف حالنا، بس كتير مهم أنه نشيك أو أنه نتأكد أنه نحن منعرف حالنا عن جد ولا نحن عنا وهم. ليش؟ لأنه إذا عرفنا نحن أو تأكدنا رح يكون الموضوع نوعاً ما رح أنه كيف أنه ما يجنبنا خسارات مستقبلاً ممكن تصير أو يعملنا. يعني مثلاً أنا بتذكر أني عم أدخل الجامعة زمان كتير حالياً أنا لما رجعت عملته بتذكر بعد، يعني قبل الماجستير عملته وقبل الدكتوراه عملته قبل مرحلة علمية يعني، لكن أنا
لما رجعت عملت قبل ما أعطيهم للطلاب لقيت إنه في عندي شغلة كتير زايدة سبحان الله، مش تلقائياً يعني مخي لحاله صار يركز إنه آية ركزي على هاي النقطة، أنت ترفعيها. فهلأ أنا بهذا العمر زي نمط تفكيري وقت ما كنت 18 و20 أكيد لا. لا أنا كمان وقت عملته تذكرت حالي أيام الجامعة حسيت إنه غير شخصية تماماً أو غير أكيد هو في تفاوت، يعني هو بتغير باستمرار أصدقائي. نعم بتغير، بس ما حقدر ألمس هذا التغير إلا لما أعرف شو نمط تفكيري هذا. يمكن خلينا نقول يعني إن شاء الله احسبوها هيك نية لله تعالى إنه يكون هذا الوقت اللي أنتوا عم تصرفوه بالإجابة عن هاي الأسئلة وأقعد فيها قاعدة مع حالي، هي يعني أنا بقول ربنا شكرا يا رب، الحمد لله أشكرك يا رب إنك أعطيتني هاي النفس أنا رح أدير بالي عليها ورح أشوف أنت يا رب شو بدك مني، من شو، من قدرات اللي أنت حطتها فيه والطاقات لحتى تمكنني بالأرض. إحنا ما عم نبيع شعارات وكلام واقتباسات رائعة، هاي أدوات، هاي أول أداة مقياس هيرمان لنمط التفكير، هاي أول أداة وآلية لحتى يصب في الهدف. إحنا وياكم ماشيين بنفس الهدف ننحقق كمان يا أصدقاء المقياس فعلية، يعني في شيء فعلي عملي عم نعمله، هاي الاختبارات هي واحدة منها. طيب تحبي سنأخذ كم من سؤال بالترتيب بعد إذنك؟ تماماً، هو أنا اللي رافع إيده حأفتح له المايك، مثلاً في فاطمة محمود اللي ما بده أفتح له المايك لو سمحتوا ينزل الإيدين، فحبلش بالترتيب. فاطمة محمود حأفتحي المايك، في فاطمة محمود سبع. سوزان نجم الدين افتحي المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته، أهلاً وسهلاً. هلق أزيد كنت معكم الرابط. الرابط بالكثير إن شاء الله بكرة بيكون عندكم، للي سأل إنه وين فينا نجاوب على الأسئلة رح ينبعث لكم على شكل assignment أو رابط ورح تقدروا تحصلوا عليه وتجاوبوا عليه، ما تقلقوا. طيب أنت بدي قلت أشوفهم تقلن بحكي كله. نعم ايه تفضلي، بدي تحكي لنا شو فهمت من الجلسة. ايه تفضل. مو من الجلسة يعني فهمت إيش بدي ساوي شو اسمه الأسئلة. ايه هلق اللي بدنا نسوي بكرة بس بعد الرابط بدنا يعني في حرف أي في نعم، يعني أنا اللي اخترت إذا اخترت الإجابة نعم طب حط أي واحد، إذا اخترت الإجابة نعم عند الديم حط دي واحد، هيك بسجلهم ورا بعضهم كم ديم كم أي وكم ديم. واحد بس أنت رح تجمعي كم مرة عند الدي جاوبتي نعم وتحطي الرقم النهائي، تمام؟ وعند البي نفس الشيء وعند السي وعند الأي، تمام؟ يعني كل سؤال له حرف، الحرف هاد إذا كان جوابنا على السؤال نعم نحسبه واحد، إذا كان لا يعني أنا ماني هيك فأبحط صفر وما بينحسب بهي الطريقة. بعد نعم أنا عملتها مثلاً عند الدي وحط بالجدول الكبير الرقم الكبير، يعني الجدول اللي هلأ ورجتكم إياه عند الـA مثلاً كم مرة نعم أنا جاوبت عنده. فهمت عليك، يعطيك العافية. الله يعافيك يا. طيب في ناس عم تبعثوا لي وين بحسن عبي الجدول، هلا انتم رح تكتبوه عندكم على الدفتر ورح في هيك ضمن الرابط، ما بعرف اذا كان ظاهر عندكم ولا لا، انه اجابتك او الانسر تبعك تكتبي انه A هالقد الرقم طلع، B هالقد، C هالقد، D هالقد، تمام؟ في سالي كمان ورود وآمنة رافعين ايدهم، انا اذا بتحبوا تفتحوا المايك. طيب آمنة، ها سالي تفضلي. سالي السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية، كانت جلسة كثير رائعة. الله يعافيكي. لأنه مثل ما بتقول بدنا نسجل على دفتر ونرسلكم ياهي. لا هلا بنفس الرابط، على نفس الرابط في مكان هيك مساحة أنت تكتبي، هلا أنت على الدفتر رح تكتبي متى وانت عم تعملي يعني بتجاوبي الاسئله، تمام؟ اخر شيء لما تجمعي الارقام تطلع معاكي لكل حرف وين حتكتبيها عشان انا اعرفها انا والانسه رهف، في مكان بنفس الرابط انك تكتبي لي اياها، اتفقنا؟ فهي الدفتر والجدول كان يسهل عليكي كتابه الرقم النهائي عشان يوصلني انا، انا ما رح يوصلني لا لقطه شاشه او صوره او مسج، رح يوصلني من الرابط في مكان تكتبوا عليه، اتفقنا؟ تمام.
تمام. عندي المجموعة يعني هاي الأكاديمي اللي عنا ترسلوا عليها إرشاد الأكاديمي. نعم 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 هناك ما تقلقوا حد واحد عارفهم مكان. شكرا لك العافية. الله يعافي قلبك يا رب. السلام عليكم أنسي. وعليكم السلام. أنسي هلق أنا مثلا في إجابات عندي هو ما فهمت منك إنه لا إيه ولا لا، يعني ولا شيء ولا واحدة من هذول ولا شيء أقرب شيء إلها أنسي، يعني يعني خالص ولا هي شيء في يعني كم سؤال مو كتير. طيب لا يعني يعني إنه ما لقيتي لا هاد ولا هاد يبقى لا، لأنه لو لقيتي حالك كنت حكيتي نعم. إيه تمام تمام. في المايك فتح. وعليكم السلام تفضلي. السلامة، كان عندي سؤال، كنت حابة أشكركم على المبادرة الحلوة، بس كان سؤالي كمان إذا بعت الرابط ممكن مثلا أبعته لصديقتي إنه تحله أو مثلا تجاوب عليه. هاي إن شاء الله إحنا رح نفكر بآلية، بس أهم شيء أنت يا سالي هلأ أنت جاوبي عليه وبعديها ممكن نفتحه للباقي، ما في أي مشكلة. لما ينبعث لك أنت وقتيها إن شاء الله المخرجات المقياس هيرمان تشوفي حالك انت، فيك تورجي الاسئله لصديقتك ما في اي مشكله، يعني في اليه ما تقلقي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا، كيفك انسي؟ اهلا وسهلا، الحمد لله بخير، كيفك انت؟ الحمد لله. انسي حابه اشكركم كثير على الجلسه الحلوه، عن جد يعني استفدنا كثير منكم، يعطيكم العافيه. الله يعافي قلبك يا رب، هذا واجبنا ولو. سلامي. في عندك أي سؤال يا هديل؟ لا أنسي ما عندي أي سؤال. شكرا كثير لك يا هديل. ناخذ هذا الشباب اللي شفته وقريته وحليته، يعني أنا في كثير شغلات إنه ما حسيت فيها إنه أنا موجودة فيها، وخصوصي إنه أنا ما طلع عندي من كل وحدة ما تخطوا الخمسة. لا ما في مشكلة، أنت يا علياء مو عم تحكي؟ أي أنسي. علياء كتير مهم انك يعني تحلي، وقت ما نبعث لك الرابط اتفقنا صديقتي، لانه انا كيف بدي اعرف الاجوبه، كيف بقدر ابعث لك هذا؟ تمام، فانت ما يعني ما تشوفي الاسئله وحتلاقي انها كتير بسيطه وحتعرفي تجاوبي عليها عن حالك، لانه يعني هي ما فيهاش دراسه، وحدا بعث لنا اياه وما تقلق، يعني ان شاء الله حتكون كل الامور تمام. انت ايمتى رح تبعثوا لنا نتائج؟ يا علياء أنا عشان ما سمعتك خليني أجاوب السؤال، متى رح نبعث لكم الرابط؟ غدا بإذن الله تعالى. فينا أنت مو الرابط، النتيجة تبعيتنا. النتيجة كل يعني تباعا، يعني ما تبعتينا الرابط إحنا إن شاء الله حنجمعها كل نهاية كل يوم ونبعث لكم النتائج، ما تقلق. صرتم متحمسين هلا على النتائج، ابسطتوني. تمام علياء، شو كنتي عم بتقولي؟ كنت اقول انه في كتير شغلات يعني انه قريتها هي موجوده فيني، بس انا ما يعني ما في رغبه موجوده فيني ان تكون الي، يعني انه هالشيء الي. اسمعي علياء، اتفاق. هلا انت اثرتي نقطه كتير رائعه، انت اسعدتيني، يعني انا بتمنى انه يعني ضحكتي انفهمت سليمه. سؤالك كتير رائع، شكرا انك طرحتي وحكيتي بصوت عالي. علياء، بين اني اكون مين انا ومين حابة اكون، عادي كتير انه يكون مختلف، عادي يكون هلأ مش موجود، وبالعكس انتو هلأ بهذا العمر بهاي المرحلة كتير حلو انه انا يعني انا عندي هاي الشغلة، بس حاليا انا مش حابة هي تكون عندي. احنا هون عشان نقدر نعرف شو هي وكيف بقدر اعدلها، فانت جاوبي على اللي هلأ انت عليه وهيك، وحطي عندها ترميز أنا بدي أشتغل عليها لبعدين. ليش؟ لأنه إحنا حنعرف بعدين كيف نعدلها. اتفقنا يا علياء؟ فهلأ أنت جاوبي، شو جاوبي أنت هلأ مين؟ تمام؟ شوي شوي رح نمشي وين بدي أكون. تمام؟ أنا صراحة الشباب عندي محتاج، حابة أنه يعني يتفضلوا. أنا فاتحة المايكات يا جماعة. طيب مثلاً حازم تفضل. هو اللي بعت لي حازم أول شخص. شباب ما إلهم دور؟ لا إلهم دور طبعاً، إحنا هون بمسارات الكل صوته مسموع، من الكادر للطلاب للطالبات. يلا. محمد عمر 917 تفضل إذا بتحب. يلا يغير رأيه. يلا يا أنسة. أنسة، إذا في الشباب ما بدهم يحكوا في عندي سؤال مهم لو سمحتي.
لا هم رح يحكوا بس تصبري علينا بس شوي صغيرة. طيب أنسة رهف عاد تشوفينا مين؟ سارة أنت اللي كنت عم تحكي؟ نعم أنسة. طيب ماشي تفضلي سارة وبعدين رح نرجع ناخد من الشباب ما تزعلوا تفضلوا. أنسة أنا سمعتك إنك حكيتي على ريادة الأعمال، أنا عاملة بحث كتير كبير عن هذا الموضوع وفايتة بسوق الفوركس والعملات الرقمية والبيتكوين وكل هيدي القصص، حتى إني وصلت لمرحلة إني فتت بهذا الشغل وعملت بطاقة علشان بس أدخل على مجال هذا الشغل، بس أنا ما عرفت إني أبدع فيه يعني، ولا عرفت إني كيف لازم أشتغل فيه، لأنه كان صراحة صعب جداً علي شيء اسمه مثلاً عملة رقمية أو بيتكوين. أنا حابة أعرف شو هي الدراسة يلي فيها توصلني لمجال ريادة الأعمال بخصوص العملات الرقمية وهذا الموضوع. طيب قديش عمرك يا سارة؟ عمري 18. طيب أنت هلأ بكالوريا علمي ولا أدبي؟ لا بكالوريا علمي. تمام. طيب رح أجاوبك على هاي الأسئلة تمام، بس مو بهاي الجلسة. أنتوا بتعرفوا أنه في نظام إن شاء الله بعد ما نخلص هاي الجلسات حيكون في جلسات شو بسموها فردية، يعني من راسي لراس الطالب تمام. فسارة رح أرجع أتواصل معاكي تمام، عشان هلأ ما بدي أخذ والله من وقت الـ، أنا كتبت عندي الملاحظة ورح أرجع أتواصل معاكي بأقرب وقت، ورح يعني نحكي شيء كمان لكل باقي الطلاب ما تزعلوش. يلا يا أنسة رهف نشوف حدا من الطلاب. تمام محمد إذا بتحب تفتح المايك فيك تفتحه. غير محمد في عنا ما حدا. في محمد محمود هلأ بعت لي قال لي، والأنسة محمد محمود 227 صار يقول إنه ما لهم دور. فصل النت عنده لأنه ما نشاي. محتمل. لحظة شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صح مزبوط، في ناس مو مفتوح عندهم المايك سواني. بشكر على كلامك جدا رائعة أنت والأنسة رهف، بشكركم جدا جدا. لكن عندي سؤال بطريقة الأسئلة اللي طرحتيها، مثلا في شيء أنا كيف بدي أشرح لك، أنه بحب الناس يشوفوني هيك، وبس أنا مثلا يعني شو بدي أقدر جايب معهم بعرف، يعني كيف بحب يشوفوني الناس أو كيف وشو أنا بعمل بالضبط، شو لازم جاوب؟ هلا أنت يا شاهد صدقا جاوبتي حالك، انت عندك يعني صدق كتير عالي مع نفسك انه انت بدك تجاوبي اللي انا عليه صح، بس انت حاسه انه لا انا بدي اكون هيك يمكن لانه مرغوبه اكثر، يعني محبوبه اكثر او الناس بتفضل هيك، سيبيني للناس. مضبوط بالضبط هيك. جاوبي الاسئله زي ما هي هلا شهد، زي يعني مثل ما هي هلا شهد تمام، بعديها حتى تمام. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي، بالعكس هذا واجبنا وإحنا هون لحتى نجاوب على الأسئلة. تفضلي مين كمان؟ كان عندي تردد إني ما جاوب، لكن هلأ رح جاوب إن شاء الله. جاوب توكلي على الله. هاي أنت، هاي أنت وين بدك تروحي حالك؟ أحسن حدا لأنتي أنتي صح؟ فجاوبي زي ما أنتي. السلام عليكم. ما تقلقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المتحدث؟ منى. أهلا وسهلا. أنا حبي إنه جاوب عن الأسئلة بس ما كنت موجودة من الأول ما كتبتهم، معلش تعرضوا لنا إياهم على الشاشة لأرجع أقدر أجاوب عليهم. يا صديقتي إحنا رح نبعت لكم الرابط فيه كل الأسئلة حتجاوبيها على هيك ومهلك، يعني معاكي أسبوع تجاوبي فما تقلقي أبدا. شكرا تمام هيك. نعم وسهلا. ولأن ما كنت موجودة من الأول ما عرفت يعني إنه لازم أكتبهم وجاوب عليهم على الدفتر أو في رابط. لا 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 ولا يهمك ولا يهمك. عارفين عشان حبيبتين سؤال تفضلي. عارفين الشرايح اللي عرضتوه نفس الأسئلة ولا إنه غيره كنت ترسله غير أسئلة؟ لا إحنا حنبعث لكم الأسئلة لأن هلا قرأتها على شكل نموذج فما تقلقوا راح توصلكم غدا بإذن الله. يعني نفسي. يعني شوفوا يا جماعة اللي ضغط عليه مثلا الجلسة وما فهم فيها شغلة معينة بقدر يرجع يشوفها على اليوتيوب. تمام
بعنوان الجلسة هاي، تمام؟ هاي واحد اللي بيقول لي إنه مثلاً ما دخل أو كذا، ورابط الاختبار بقياس هيرمان أنماط التفكير رح يوصلكم بين كتير بكرة بإذن الله تعالى، فما تقلقوا، في معكم وقت أسبوع كامل تجاوب. من بعد إذنك رح تشرح شيء تاني ولا ممكن نغادر؟ لا فيكم تغادروا، أنا هون يعني موجودة بس حتى أجاوب على أسئلتكم. طيب تماما، الجلسة انتهت. الناس اللي رافعة ايديها انا عاطيتهم امكانية انهم يفتحوا المايك اللي عنده اسئلة. الاشخاص اللي ممكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. والله انا من شوي فتت على المجتمع بس ما بعرف ايش يعني. على كل حال الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم. الله يعافيك. عبد الرؤوف صح؟ اي نعم. طيب ضروري انك تشوف الجلسة على اليوتيوب بعد ما تنزل ان شاء الله، وتجاوب على الرابط اللي رح نبعث لكم اياه باختبار مقياس هيرمان لانماط التفكير، لحتى نقدر احنا نفهم حالنا كيف نمط تفكيرنا وتفكير اللي حوالينا. طيب وبلكي نحاول انه نعطيكم ملخص عن اللي صار بهي الجلسة ونشاركه بالغرف تبعكم. السلام عليكم. السلام. كيفك أنسة؟ يا أهلا وسهلا، تفضلي. أنسة أنا دخلت متأخرة بس كثير ما شاء الله الجلسة رائعة والله يعطيكم العافية، بس ما فهمت شيء يعني إنه كثير، بس فهمت إنه الجلسة منيحة. طيب هلا كيف بقدر أفيدك؟ بقدر أفيدك أقول لك ارجعي احضريها يعني بوقت تكوني أنت فاضية فيه، مش طويلة كثير، إحنا تقريبا نص ساعة إنه بناخد أسئلة. فهي تقريبا نحن نجاوب. نعم نحن كيف بدنا نجاوب؟ ما انا قلت يا امي انه احنا رح نبعث رابط رح يوصلكم ان شاء الله على الشعب، بتجاوبوا عليه يعني انا حقول لكم شو الطريقه وتجاوبوا عليه وترسلوا لنا اياه بوقتكم وراحتكم، معكم اسبوع تجاوبوا بس ما تتاخر. تمام انسى حبايبي ما طلوا لنا بالاجابه ما انتي لا ما مطولة إن شاء الله. لا ما تقلق رح السلام عليكم أنسة. عليكم السلام. بس أنسة هلأ أنت كرة رح تبعت الرابط ومعنا أسبوع لنجاوب، بنجاوب بنعم أو لا، ونقدر مثلا بنحط إيه على الدفتر عنا وبنحط يعني جاوبنا نعم أو لا، وبالأخير بنحط إيش قد جاوبنا بالأي وإيش قد جاوبنا بالبي. نعم نعم بالضبط بالضبط هيك بالضبط هيك. والجلسة هاي رح نلاقيها على اليوتيوب ما؟ أكيد. بإذن الله رح تلاقوها إن شاء الله لأنها مسجلة، أو على الأقل على التيمز، أو على الأقل على التيمز، هذا أقل شيء. أنسة مشكورة كتير. أهلا وسهلا. أنسة الله يكثر من أمثالك عن جد ما شاء الله عليك. شكرا حبيبة قلبي شكرا. طيب في أسئلة ثانية؟ هلا طلبنا استشارة مثلا منك، فينا نبعث لك على الخاص؟ شو قلتي؟ استشارة. إذا بدهم استشارة منك فيني يبعثوا لك على الخاص؟ طبعا 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 أكيد أكيد استشارة، أنا أصلا هون يعني إرشاد أكاديمي على عين والرأس ولا يهمكم. شكرا أنسة. طيب أنسة رهف عادي نصير إحنا نفتح المايكات بس بدي الطلاب. يعطيك العافية أنسة. الله يعافيكم. أهلا وسهلا. بس مين عم يحكي معي؟ إلهام محمد فاتح الماي. السلام عليكم. نور الهدى. لأنه في حقك محمد عمر، تفضل محمد. تفضل. على أي مجموعة؟ اللي فاتح المايك غير محمد بعد إذنكم، اللي فاتح المايك يسكره. نعم. بس لنسمع الزميل صديقنا محمد. تفضل. على أي مجموعة رفعته؟ على الإرشاد الأكاديمي. نعم. غرفة الإرشاد الأكاديمي. الله يعافيك. أنتوا حتى يعني حيوصلكم إشعار إنه في شيء رح يوصلكم لازم تعبوه، يعني حيوصل إشعار لكل الطلاب إنه هذا الرابط حيكون موجود أو الأسايمنت أو الواجب، ما تقلقوا يعني. تمام؟ السلام عليكم، كيفك أنسة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية يا رب. أنسة أنا دخلت على الجلسة شوي متأخر تقريبا.
بس هنا أعرف قد مستوى دقة جسمه، هو هذا اختبار الأنماط التفكير دقته، وإذا فيني أحصل عليه كامل. مثلا أنت قلتي ممكن هو مختصر أو هلا يعني هو دقته يعني تقريبا في 4300 كأنه 32 بحث رسالة ماجستير ودكتوراه صارت على هذا المقياس لحتى يثبتوا فعاليته ودقته أو لا، ويعني حصل على نتائج كتير عالية، ما بقول لك مليون بالمية لا، لكن فعاليته كتير عالية ودقته كتير عالية. لكن هو الأسئلة الكاملة ونتائجها كاملة موجودة باللغة الإنجليزية ومدفوعة الأجر، يعني أنت حتدفع فلوس مقابل هذا الاختبار. بس هدول 56 سؤال ومجموعة يعني النتائج اللي رح تطلع معانا ونبعث لكم إياها مش مدفوعة، موجودة حتى على الإنترنت. أيوة تمام، الله تكون عافية. وسؤال تاني، إذا أنا بحسن أغير نمط تفكيري إلا بس بحسن بطور التطوير، يعني مثلا ما هذا النمط ده غيره، عندي شغف في مجال تاني أو هيك شيء؟ شكرا كثير لسؤالك أحمد. ليش؟ لأنه ليش بدك تغير نمط تفكيرك؟ ما إحنا اتفقنا إنه هدول الأربعة عنا إياهم كلياتها، وكلياتها مهمة في يعني في التعامل مع أشياء معينة. يعني إحنا كلياتنا عن الأربعة لكن بنسب مختلفة، لكن أنت حتكون مميز بواحد أو اثنين. فمشان هيك إحنا حكينا تطوير وتعديل، وخلينا نقول يعني ممكن إذا أنت بتعدل السلوك صح اللي جاي من الفكرة، فبتعدل الفكرة، بس هو كنمط تفكير أساسي ليش بدك تغيره؟ هون السؤال، فيك تعدله لأنه اللي عندك أصلا ممتاز. فهمت علي أحمد؟ يعني أنه قصده يمكن أنه يكتسب شغلات جديدة أو يعلي مقياس تغيره إذا هو يعني ممتاز، أو مثلا في عنا مثلا جانب نوعا ما شوي نحن خلينا نقول أنه ضعاف فيه، فممكن وقتها أنه نلاقي حلول أو نلاقي أدوات نطور فيها هذا الجانب. نعم، تطوير يمكن أضبط من أنه تغيير. أي نطور بقية الجوانب. نعم ايه صح، انسمو تغيير انه تطوير. انا مثلا بمجال ونمطي بمجال ثاني، فبحسن اطور حالي لاكون بهذا المجال اللي انا رغبان اكون فيه مثلا. طب متى ما عرفت شو نمط تفكيرك والنمط الثاني شو بده اشتغل عليه من مهارات وقدرات خلينا نقول واليات، طبعا تقدر، شيء مؤكد بتقدر. السلام عليكم انسي. الله يعطيك العافيه، شكرا للمداخله احمد، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس الاسم لأنه ما عم يظهر. أنسي هلا. سدرة. تفضل. أنسي هلا نحن ساكنين هون بعزاز. برات الدرس هذا السؤال. نحن هون ساكنين بعزاز. إيه وين نعمل الامتحان عند البصير يعني؟ وين نعمل؟ امتحان قصدك التاسع أو البكالوريا؟ التاسع. أظن الامتحانات نفسها. فأنا وصلها لمسار التعليم المدرسي وأجاوبك عليه، بس إذا فيك تسأليهم تعطيهم مسج بيكون أسرع ما في مشكلة، بس أنا بصراحة ما أقدر أجاوب. نعم بالتعليم المدرسي. أي شو الله أهلا وسهلا. طيب السلام عليكم أنسي. ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. شكرا كثير لك. ولو كنت حابة أسألك سؤال إذا ما عندك مشكلة طبعاً. هلا هذا الرابط اللي رح تبعتيه أنت رح يكون مثل PDF مثلاً؟ لا رابط يعني حتكي نعم، يعني حطي هيك يعني إيدك على نعم حيطلع نعم وتمام، وأنت تعدي لا يوصل بالنهاية يعني فينا نقول يس او نو يعني
أو نعم أو لا. تجاوبي عليه إلكترونيا وآخر شيء بتعملي له إرسال بيوصل لعنا هو والأرقام بعد ما تحسبيه إنه كم مرة طلع لك A كم مرة طلع لك B كم مرة طلع لك C. إحنا رح نبعث لك بعد النتيجة تبعيتك. يعني هلأ إنه أنا رح أحسب مثلاً ال A كم مرة طلع واحد أو اثنين أو ثلاثة. إنه أنا رح أكتب على دفتر ولا إنه عادي أرسلك إياه. هلأ حنرسل إن شاء الله رح نشارك معكم الرابط ومنشارك معكم ملخص للجلسة وشو المفروض تعملوا كل هاي الأمور. وإذا في حدا عنده أي استفسار بخصوص كيف يعمل الفورم أو يجاوب على هاي الأسئلة يبعث لنا رسائل على الخاص ونحن إن شاء الله حنجاوبه على كل تأكيد. في حدا عنده سؤال خارج هذا الموضوع حاليا؟ تمام شكرا كتير لك حبيبتي يعطيك العافية. الله يعافيك. عثمان محمد ناصر خلوني احكي لك. تفضلي عثمان احكي. عثمان عندك سؤال؟ جيت انا متاخر بس تمام. لاصدقائنا اللي وصلوا متاخرين احنا اليوم كنا عم نحكي عن اختبار. هذا الاختبار حنشاركه بكره معكم ان شاء الله مع منشور فيه التفاصيل شو تعملوا ومعكم وقت للاجابه من هون ليوم الجمعه أو للسبت عادي ما في مشكلة. والجلسة فيكم تحضروها إنه رح تكون موجودة سواء أو باليوتيوب. تمام. أي سؤال فيكم تتواصلوا معي ومع آية. الأسئلة هي 56 سؤال بتخلينا نعرف شو هي شخصيتك أو ميولك. نمط تفكيرك. نمط تفكيرك. نمط تفكيرك عفوا. نعطيك أسبوع الجاي. أوكي. طيب آخر سؤال أنا سراف ناخده وبعدين ننهي. معناته شو؟ السلام عليكم. ثواني يا إسراء. بس في عثمان حكى شغلة بس ما سمعناها للأسف. بس ما يكون أسئلة محرجة. لا ما في أحراج. حاجة تخافش. أسئلة أكاديمية. بعدين أنا ما أحراج. نحن يوصلني منكم بس يعني أرقام. لا محرجة أبدا. طيب ناخذ آخر سؤال من اللي ما شاركوا معنا أنسرها. السلام عليكم كيف أنسر؟ هلا ولا مهم؟ نعم. هلا فيني يعني أطلع برات هاي الجلسة ولا مهم راح تكملي مهم ولا بدك تخلصي؟ هلا حخلص ما تقلقيش. طيب يا جماعة الجلسة هي ذاتا خلصت من زمان نحن بس عم نجاوب على الأسئلة. مرة ثانية نحن حنشارك منشور فيه التفاصيل تبع الأسئلة والإجابة عنه والرابط تبعه. وإذا في عندكم أي استفسارات فيكم أكيد تتواصلوا معنا أنا والأنسة آية ونحن جاهزين دوما إن شاء الله تعالى. مشان آخر شيء يعني إن شاء الله المرة القادمة رح نحكي عن اختبار الشخصية. نحن نشوف شخصياتنا من أصل 16 نوع وحيكون كمان لطيف حلو. أنا لسه متحمسة للمرة الجاية أكثر من هاي المرة. بس ضروري كتير تكملوا هذا الاختبار لأنه مبني عليه الاختبار اللي جاي ومش كتير أسئلة بتضايق. إحنا حنعرف هون شخصياتنا حنقرأ نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا وفي المجالات العمل اللي ممكن تناسبنا بصيغة يعني عامة يعني بسيطة وهي مقدمة. نعم ممكن سؤال؟ تفضلي. هلق مثلا الـ A حرف الـ A يعني هو ضم كم سؤال؟ كيف يعني كم سؤال؟ هن 56 سؤال مقسمين على أربع أحرف. كل حرف فيه A و B و C و D بالضبط هن قد بعض الأسئلة. قداش يعني ما بهمك عرفتي يعني عشان يعني ما بيهمنا ليش لأنه هي مش العلامة الكاملة عرفتي إسراء مش الهدف منه. والله قداش في إيه نفترض أنه في 16 فأنا جبت 15 فيعني علامة أقرب للأكمل. لا مش هيك الفكرة أبدا وغالبا أصلا ما رح يصير هيك شيء. حيكون الشغلات متقاربة يعني أنتوا بالنهاية كل عنده الأنماط الأربعة لحد ما. أنت فيني أسألك سؤال؟ تفضلي. وهذا آخر سؤال حاليا. تفضلي. بس مين عم يحكي؟ أنا عشان مش طالع عندي مريم. تفضلي يا مريم. هلأ أنا
كنت بدي اقول لك انه انا بحب حابه اطلع انست شريعه ودرست بهذا الشيء، اخذت شهادات بالجزريه والتجويد ونورانيه ما شاء الله من معها. بس انه مثلا اذا عملت هذا الاختبار يعني اذا طلع غير شيء يعني ممكن انه تغير هذا الشيء ولا انه ما اقدر كفي بهذا الطريق؟ لا لا ابدا، بالعكس يا أنس مريم. يا مريم بدي اقول لك شيء، احنا هون مش جايين نقول لكم انت هيك تفكيرك، انت هيك شخصيتك، انت هيك مو لك بدك تطلع هيك بالطول بالعرض. لا يا أنسة ابدا مو هيك ابدا. احنا هون نعرف شو نمط تفكيرك بهاي الخطوه. خليني اجاوبك على خطوه خطوه. نمط التفكير ليش؟ حتى نعرف مريم اللي بدها تدرس شريعه، اللي بدها ممكن تصير مثلا معلمه، صح؟ معلمه شريعه، كيف بتفكر وكيف بكره طلابها رح يفكروا، بس وشو علاقته بدراسه. يعني اكيد اللي بيشتغل طبيب، اللي بيشتغل شريعه، اللي بيشتغل فنان بفكر، كله عنده في عمليه عقليه بمخه، صح؟ فعنده نمط تفكير. فما دخلها والله حابه شو حابه ولا شو عم بشتغل وبعدين انت تجي تقولوا لي شيء ثاني. لا لا، ما المقصد هيك ابدا، بالعكس يمكن حتلاقي حالك انه عم بيقول لك، عم بيشد على ايدك بقول لك تابعي الشريعه لانه انت تلبق لك كثير. وحتى لما بدك تدرسي الشريعه في مثلا مهارات معينه بالشريعة انت ما كنتي ممكن تسلط الضوء عليها، يوفر لك اياها مسار الارشاد الاكاديمي بالشيء اللي عم نحاول نعمله. وشكرا كثير. ايوه تمام، شكرا لك كثير. السلام عليكم. يعطيك العافيه، جزاكم الله خيرا انساتي، شرحكم كثير مفهوم. السلام عليكم انسي. وإياكم. يا المايك تبعك مسكر. أنسي كتمتي الصوت عندك. تمام. أنسي ممكن سؤال؟ الأسئلة أصدقائي خلونا تبعتونا إياها كرسائل على الخاص، تمام؟ أنسي حبي استشيرك شغلة، يعني إنه قصدك استشارة فردية؟ إيه نعم أنسي. تمام، حبي الاستشارات الفردية على الخاص منشان نجاوب عليها بشكل شخصي. أنسي مو قصة إنه فردية، يعني حابه استشيرها يعني قدام الكل يعني. بس طبعا تفضلي. هلق أنا من أول بلش أدرس حابه أدخل بمشروع يعني بحلمي أنا، بس أنا من نوع الشخص اللي بيتغير، يعني كلمة بتاخدني وكلمة بدي. أهلي بيقول ما بيريدوني مثلا أدخل بهذا الفرع اللي أنا بدي إياه، بس أنت شو رأيك فيه يعني؟ وأنا هذا حلمي يعني. طب شو حلمك؟ شو حلمك؟ أنا من صغري حلمي دكتورة أنسي. طيب وليش بيقولوا عنك كل يوم برأي؟ أنت عن جد هيك؟ يأثر فيها رأي الآخرين. يعني إذا حكوا كلمي يعني ما يأثر فيه، دغري بتأثر بتهبط معنوياتي يعني. تمام أنا فهمت عليك. طب اسمعي يا مريم، تعالي اتفقنا وياك اتفاق، نمشي خطوة خطوة بالخطة اللي إحنا عاملينها بمسار الإرشاد الأكاديمي، وتعرفي الإشي اللي أنت بدك إياه، ليش بدك إياه، لحتى تقدري تقنعي نفسك وترسي عليه وتقنعي غيرك إنه أنت عن جد قد. بس امشي معي خطوة خطوة. تمام أنسي، بس إنه بدهم إياه كمدرستي يعني، بس ما أنا ما بحب هالفرع هذا. نعم بدهم إياني مدرسي. طيب بدهم إياني مدرس. طيب إحنا هلأ شوي أنت بس خليكي معنا بالمسار وامشي معنا خطوة خطوة، وبعدين نشوف هاي انت مناسبة وين، وانت شو حلمك وشو بتقدر تعملي وشو ميولك وين قدراتك متمركزة أكتر وعشو بدك تشتغلي. امشي معنا خطوة خطوة، انت مو مضطرة تجاوبي على هذا السؤال الكبير وتخوضي هاي الحرب هلأ. اتفقنا؟ خلينا نخلص. اتفقنا؟ ماشي يلا، الله يعطيكم العافية. سبحانك اللهم وبحمدك وأتوب إليك. أهلا وسهلا، ألقاكم في الأحد القادم الساعة 7:30.